بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذ طاهر أحمد، سنشرح مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني. هنتكلم النهارده على فرع الجبر، الوحدة الأولى المعادلات، الدرس الثالث حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولى والآخر من الدرجة الثانية. أوجد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين في حاضر بحق: س ناقص 2 ص بتساوي 0 و س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 3. أول حاجة هاخد المعادلة الأولى اللي هي س ناقص 2 ص بتساوي 0، هيبقى هنقل الص العكس الإشارة الناحية التانية، يبقى س بتساوي 2 ص. هعوض في المعادلة التانية، هشيل الس وأكتب مكانها الـ 2 ص، يبقى هنا دلوقتي عندي 2 ص كل أس 2 ناقص ص تربيع بتساوي 3. لما نيجي نحل معادلة من الدرجة الأولى مع معادلة من الدرجة التانية، باخد المعادلة من الدرجة الأولى بجيب الس بدلالة الصاد وابتدي أعوض فيها في المعادلة التانية زي ما حصل دلوقتي قدامكم. هنا كانت س ناقص 2 ص بتساوي 0، يبقى هنا س بتساوي 2 ص، ورحت معوض بيها في المعادلة الدرجة التانية، شلت الس وكتبت مكانها 2 ص كل أس 2 ناقص ص تربيع بتساوي 3. فك التربيع دوت، يبقى 4 ص تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 3. هطرح الصادات من بعض، يبقى 3 ص تربيع بتساوي 3، هقسم على 3 يبقى ص تربيع بتساوي 1، يبقى ص بتساوي موجب أو سالب جذر 1. يعني يا إما عندي ص واحد يا إما ص بتساوي سالب 1. ابتدي الأول، الص بتساوي 1، هعوض بيها فوق، يعني عارف إن س بتساوي 2 ص، يبقى 2 في 1 يبقى س ب 2، يبقى ده الحل الأولاني لما خدت الص بواحد. لو هاخد بقى الص بسالب 1، يبقى س بتساوي 2 في سالب 1، يعني س بتساوي سالب 2. يبقى أنا كده دلوقتي عندي حلين للمسألة، إما 2 و1 يا إما سالب 2 وسالب 1. أوجد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين في حاضر بحق: ص ناقص س بتساوي 3 و س تربيع زائد س ص بتساوي 5. هاخد المعادلة من الدرجة الأولى اللي هي ص ناقص س بتساوي 3، هنقل س بعكس الإشارة، يبقى ص بتساوي 3 زائد س، وهبتدي بالتعويض في المعادلة التانية. هنا أنا أشيل الصاد وأكتب مكانها 3 زائد س، يبقى س تربيع زائد س، وطبعا مش هكتب الصاد، هكتب مكانها 3 زائد س، كل ده بيساوي 5. زي ما انتم شايفين احنا محتاجين ان الس دي تتوزع على المقدار اللي قدام، فيبقى س تربيع زائد س في 3 ب 3 س، و س في س ب س تربيع، كل ده بيساوي 5. هجمع الحدود المتشابهه مع بعض، س تربيع مع س تربيع يبقى 2 س تربيع، ونزل 3 س، والخمسه هتيجي بعكس الاشاره سالب 5. اللي قدامنا ده مقدار ثلاثي بيتحلل لقوسين، أول قوس هيبقى هنا 2 س، والناحية التانية هيبقى س، والخمسة هتقسم 5 في 1، الكبير بياخد حد إشارة الحد الأوسط والتاني العكس، عشان كده زائد ونقص. هناخد القوس الأولاني اللي هو 2 س زائد 5 يساوي 0، هنقل 5 بعكس الإشارة تبقى سالب 5، والقسمة على الاتنين يبقى س بتساوي سالب 2.5. احنا عارفين إن الصواب بتساوي 3 زائد س، هشيل الس وأكتب سالب 2.5، يبقى 3 زائد سالب 2.5 فص تطلع بنص. وده كده يبقى الحل الأول، إن س بيساوي سالب 2.5 وص بتساوي 5. هاخد القوس التاني اللي هو س ناقص 1 تساوي 0، يبقى س بتساوي 1. احنا عارفين برضه إن ص بتساوي 3 زائد س، 3 زائد 1 يعني ص بتساوي 4. يبقى أنا كده عندي حلين، الحل الأولاني نص سالب 2.5 وال 5، الحل الأولاني اللي هو الواحد والأربعة. نروح للمسألة الجديدة. أوجد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين في حاضر بحق: س ناقص ص بتساوي 1 و س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 13. س ناقص ص بتساوي 1، هعوض ص بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 1 زائد ص. هبتدي أعوض في المعادلة من الدرجة التانية، هشيل الس وأكتب مكانها 1 زائد ص، يبقى 1 زائد ص كل أس 2 زائد ص تربيع بتساوي 13. فك القوس دوت، طبعا القوس دوت أس 2 ده بيتفك تلات حدود، اضرب الأول في نفسه، واحد في واحد بواحد، وواحد في ص في 2 باتنين ص، وبضرب الص في الص بص تربيع، كمل بقية المعادلة زائد ص تربيع، وأدخل ال 13 بعكس الإشارة يبقى ناقص 13. هجمع الحدود المتشابهة مع بعض، ص تربيع وص تربيع يبقى 2 ص تربيع، نزل 2 ص، واحد ناقص 13 بسالب 12، كل ده بيساوي 0. المعادلة دي محتاجة تتبسط إن أنا كلها بتبقى القسمة على الاتنين، فهقسم المعادلة كلها على الاتنين، هيطلع لي ص تربيع زائد ص ناقص 6، كل ده بيساوي 0. طبعا ده مقدار ثلاثي ممكن أحلله عن طريق قوسين،
اعمل القوس الاولاني، هيبقى هنا في صاد وهنا في صاد، وستة طبعا اكيد 3 في 2 عشان هو عايز هنا الفرق واحد، الكبير بياخد الشرط اللي في النص فياخد عند التلاتة زائد، والتاني عكسها بناخد عند الاتنين ناقص. هاخد القوس الاول اللي هو صاد زائد 3 هساوي بالصفر، يبقى هنا الصاد بتساوي سالب 3، اعوض فوق طبعا اللي هي س بتساوي 1 زائد صاد، يبقى 1 زائد سالب 3 يعني س بتساوي سالب 2. ده الحل الاولاني، ان س تبقى في سالب 2 والصاد تبقى في سالب 3. هاخد القوس التاني اللي هو صاد ناقص 2 بتساوي صفر، يعني صاد بتساوي 2، اعوض فوق برضه عشان عارف ان س بتساوي 1 زائد صاد، يعني س بتساوي هنا المره دي 1 زائد 2 يعني س بتساوي 3، وده ساعتها هيكون الحل التاني، ان س ب3 وصاد ب2. يبقى مجموعة الحل عندنا هتبقى سالب 2 وسالب 3 هو الحل الأول، الحل التاني هيبقى 3 و2. نروح لمثال جديد. السؤال بيقول عددان حقيقيان مجموعهم 7 والفرق بين مربعيهما 7، اوجد العددين. طالما قال لي عددين حقيقيين مجموعهم 7، أول حاجة هنعملها إن احنا نفرض إن العدد الأكبر س والعدد الأصغر ص. قال لنا عددين مجموعهم 7، يبقى المعادلة الأولى أقدر أكونها اللي هي س زائد ص بتساوي 7، والفرق بين مربعيهما 7، يعني لو ربعت الأول وطرحت منه التاني مربع التاني هيطلع 7، يعني س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 7. يبقى المعادلة الأولى إيه؟ س زائد ص بتساوي 7، المعادلة التانية إيه؟ س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 7. واشتغل المسألة عادي خالص، هاخد المعادلة من الدرجة الأولى، يبقى س بتساوي 7 ناقص ص، عشان أنا وديت الص بعكس الإشارة، وأعوض في المعادلة التانية، هبتدي أشيل الس في المعادلة التانية وأحط مكانها إيه؟ 7 ناقص ص، يبقى 7 ناقص ص الكل أس 2 ناقص ص تربيع بتساوي 7. ده قوس الكل أس 2 بيتفك 3 حدود، الأول في نفسه يبقى 7 في 7 ب49، التاني الأول في التاني في 2 يبقى ناقص 14 ص، تاني تربيع ص في ص بص تربيع، وأكمل باقي المعادلة ناقص ص تربيع وأدخل ال 7 بعكس الإشارة تبقى سالب 7. هختصر الحدود المتشابهة مع بعض، عندك ص تربيع ناقص ص تربيع دول كده راحوا مع بعض، اتفضل عندي كام؟ سالب 14 ص 49 ناقص 7 يدينا 42، 42 تروح بعكس الإشارة الناحية التانية يبقى سالب 42، بالقسمة بقى على سالب 14 للطرفين يبقى ص بتساوي 3. أعوض فوق أنا عارف إن س بتساوي 7 ناقص ص، يعني س بتساوي 7 ناقص 3، يعني س بتساوي 4، فبالتالي أنا كده عرفت الس بأربعة وص بتلاتة، يعني عرفت العددين، يبقى العددين هنا هيبقوا كام وكام؟ 4 و3. وبكده يبقى نهينا الدرس التالت، وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.